أقوى العطور النسائية بالثبات الفرحان خلكم معاي وداخلين دبن هاوس. شانيل شانس تندر نسخة الأود تواليت. جيفونشي ريزيستبل أتوقع شيء اسمه ممتاز نسخة الأود برفان. جيفونشي لانتريديت نسخة الأود تواليت أو الانتنس شوف اللي يناسبك أكثر. طبعا من قرلان هذه سباركينج بوكيه فريش أكثر صيفية وهذه لا تحس إنها سويت وحلوة يعني تنفع نسائية بحت يعني. هذه نسخة الأودو برفام أول نسخة وهذه سباركينج بوكيه صيفية وفريش. ليش أنا أفضل نسخة باي نايت من عطر سكاندال؟ لأن كل النسخ هذه عادية يعني تركيباتها بس باي نايت فيها فرمون وباتشولي وعسل وهي أكثر نسخة مثيرة من النسخ اللي نزلت. طبعا هذه نسائية لكن فيها تباكو فما أدري إذا واحدة من مثلا يحب عطور السويت ممكن يجرب العطر هذا. بالنسبة لي أشوفه نسائي سويت توباكو باختصار وايد ممتاز ويستحق التجربة. فالنتينو دونا حق الناس اللي يبون شيء ما بين النظافة والسويت هم بعد رشح. هذا بعد من YSL ليبرا النسخة الجديدة الأودو برفام انتنس أفضل نسخة نزلت. بعد مون باريس من YSL وايد ممتاز النسخة هذه أفضل نسخة. طبعا من أرماني أفضل نسختين فيرت ملكايت وروز ملكايت يستحقون التجربة. ودي أعرض لكم من هذول بشوف أفضل نسخة بس الأمانة أحس أن كلهم يعني مستهلكين بكثرة يعني الريح هذا تشمها بكل مكان. هذول يدد من لانكوم الروز والياسمين هذول صدق يعني يستحقون التجربة عطور باردة حلوة فاللي يحبون العطور باردة هم بعد يجربون العطرين هذول. هذا عود بوكيه حق اللي يحبون العود الفرنسي العود البارد أنصح تجربته هذا للجنسين وايد ممتاز بعد. هذا لو تسألني شنو أفضل عطر مسك عندك راح يقولك دولتشي جابانا فيلفت أورينتال مسك 10 من 10 مناسب للجنسين بعد.